معانا الكابتن وليد صلاح الدين نجم الاهلي السابق، اهلا بيك يا كابتن. مساء الخير عليكم تهام، كل سنه وانت طيبه وانت طيب عليك كابتننا الكبير الكابتن هاني رمزي، وحشني حبيبي يا وليد، كل سنه وانت حبيبي يا طيب. كابتن، وتحياتي لرامي. رامي عامل ايه؟ كابتن وليد كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد على حضرتك. وحضرتك طيب، تقول له ايه النهارده يا كابتن وليد؟ يعني الاول خليني ابارك لكم على الاطلاله الجميله، ما شاء الله، يعني اضافه كبيره للقناه، مبروك قناه الاهلي في اطلالتها الجديده. وعايز اقول ان قناه الاهلي من اول ما اتعملت هي ولدت عملاقه. يعني خلينا نقول ان قناه الاهلي، الاهلي رائد على طول في كل حاجه، سواء في اي فكره جديده النادي الاهلي بيكون سباق. قناه النادي الاهلي يعني يوما ما يكون الناس مثلا مشغوله هيتفرج عليها 20 30 مليون. فاحنا الحمد لله يعني قناتنا ولدت عملاقه، والرياده ليها، وبحيي وبهني الاستاذ ايهاب الخطيب على الافكار الكتير اللي موجوده في الاطلاله الجديده. عجبني فكره الدويتو قوي، يعني ايهام والكابتن هاني الصبح في كريم مع زميلته كابتن عادل القيعي وكابتن ابراهيم المنيسي. كالعاده. ف اطلاله جديده وجميله وانطلاقه قويه ان شاء الله لقناه النادي الاهلي. لا وان شاء الله وليد بنوعدك ان المحتوى كمان، يعني انت بتتكلم على الافراد، لكن ان شاء الله هتلاقي كمان محتوى ان شاء الله يسعد جماهيرنا ويسعد كل الناس اللي بتتفرج علينا، مش جماهير النادي الاهلي بس اللي بتتفرج علينا، كل الجماهير المصريه بتتفرج علينا، وان شاء الله نقدم محتوى يليق باسم النادي الاهلي. تقول ايه رامي؟ باين يا كابتن هاني الحماس الشديد. كمان عايز ابارك للكابتن ايمن شوقي كابتننا الكبير، طبعا يعني لقطه رائعه من النادي الاهلي انه يستقدم الكابتن ايمن شوقي يعني من امريكا، كابتن مصطفى عبده كمان حاجه انضمام قوي جدا للقناة. الحمد لله النادي الأهلي مليان نجوم، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق دايما. شكرا. إن شاء الله. وليد أنت، أنا عارف إنك بتحب الأكل يا وليد. ها بص أنا مش عايز أقول لك أنت جايبني منين، يعني أنا بسألك سؤال. جايبينك منين؟ سؤال رد عليا أه ولا لا؟ بيقول ما تعرفش. حبيبي قول لي بقى، بيتقضي العيد إزاي والأكل أخباره إيه؟ أنا في شرم الشيخ، يعني المدينة الجميلة بتاعتنا، معايا طبعا الاولاد، ومش عايز اقول لك يعني المكان جميل جدا. ومصر جميله، حلوه حلوه حلوه، ويعني طبعاً. يعني احلى من اي مكان في الدنيا. ده حقيقي، ده حقيقي. فالحمد لله يعني عيد جميل، ويا رب عيد سعيد على كل مصر ان شاء الله. اكلت ايه من شويه؟ والله ما يعني بلاش الاحراج ده. شكرا. ذكرياتك سعيده يا وليد. لا قال انتوا ما تعرفوش جايبيني منين، فاكيد كان في وليمه قد الترابيزه دي. هو رامي ما جاش معايا ولا مره، يعني على طول معايا الشناوي. ورمضان وكهربا بقى وحسام عاشور طبعا قبليهم. لا انا لسه كنت في مطعم سي فود، حاجه جميله. ده احنا هنسيب القناه دلوقتي ونروح ناكل عندك دلوقتي. سي فود، واحنا يعني ده عيد لحمه مش سي فود يا وليد. والله انا متخصص سي فود يا كابتن. طيب حبيبي يا كابتن وليد، والله منور الدنيا يا كابتن. والله كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا كابتن وليد، عيد سعيد عليك وعلى الأسرة، وبرضه انت واحد من وادي النادي الأهلي، وان شاء الله نشوفك هنا في البيت الكبير ان شاء الله يا وليد بإذن الله. كابتن وليد شكرا جزيلا ليك.